السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. طبعا في الفيديو الماضي تكلمنا عن موضوع الخاص بالميوزك لاند اي ار دي دياجرام، وبأن هذه المنطلق راح نبدأ بشرح عملية الكودينج. طبعا قبل ما انا ما ابدأ بالكودينج راح ابدأ اشرح طبعا نست جي اس، شرحها قليل جدا على يوتيوب، نادرا جدا ما يكون في اشخاص شارحينها، فانا راح اشرح لكم اياها بشكل تفصيلي. تمام، نبدأ من الفروم سكراتش تمام تو هيرو، فيعني راح نشرح معظم التفاصيل بالنود جي اس من ناحيه الفانكشناليتي كامله. راح نشرحها موضوع الاوثنتيكيشن، موضوع استخدام الجاردز، موضوع استخدام البايبس، موضوع استخدام الشيرابل موديولز، موضوع استخدام الكنترولر سيرفيسز، موضوع استخدام مثلا خلينا نحكي مثلا الميدل ويرز، موضوع استخدام ايضا الاشياء الخاصه مثلا بالانترسبترز، بالديكوريتورز، كاستم ديكوريتورز، واستخدام ايضا البرمز تمام، والبرمز ديكوريتورز اللي هم بيجوا زي الجيت والبوست والباتش والشغلات هاي راح نشرحها بشكل تفصيلي. طبعا كمان كفيرست ستيب راح نفهم شو مبدا النست جي اس. تمام، النست جي اس هي عباره عن ايش، خلينا نحكي مثلا سنجلتون ديزاين باترن، والسنجلتون ديزاين باترن شرحته بالانجلر، وهو عباره عن موديولز، روت موديول وسب موديولز. الروت موديولز هي بتعمل انيشاليزيشن تمام، بدايه البرنامج بيكون في بالبرنامج شيء اسمه انتري بوينت، اوكي، وهذا الانتري بوينت عباره عن ميثود اسمها بوتسترابر، وهذا البوتسترابر بيعمل بوتسترابنج لهي الموديول الروت موديول، والروت موديول تعمل انيشاليزيشن لبقيه الموديول. هذا هو البروسيجر اللي ماشي عليه النست جي اس. اوكي طيب، كبري ريكويزيتس زي ما حكينا بالفيديو الاول انه تنزيل النود جي اس والتايب سكريبت تمام، والنست جي اس طبعا تنزيلها هو عباره عن كالتالي: npm install -g nestjs /cli. بالنسبة لإنشاء أي مشروع نعمل nest new، طبعا زي موضوع الانجلر ng new تمام، وفي عندنا هون project name. وبالنسبة طبعا هي ماخذ كثير أفكار من الانجلر، يعني ممكن أنا أجي أنشأ controller، ممكن أجي أحكي nest g، وg اختصار هي عبارة عن generate، c الكون عفوا عبارة عن الكون عبارة عن اختصار لcontroller، واسم الcontroller مثلا على سبيل المثال نست نيو موديول اسم الموديول، نست نيو سيرفيس اسم السيرفيس، نست نيو جي الجيت واي اسم الجيت واي، يعني نفس الافكار. ونست ايضا نيو نست جينيريت سي ال يعني كلاس، اعمل لي جينيريت لاينم الى ما الى ذلك تمام. طبعا هذا الاستراكشر الخاص بالنست جي اس. في عندنا السورس، في عندنا الاب موديول، الاب كنترولر والاب موديول والمين تي اس. اوكي طبعا بالنسبه للكنترولر بيحكي لنا بيس كنترولر سامبل واذا سنجل راوت. طبعا هذا الراوت عباره، الكنترولر عباره عن اند بوينت، مقسم لاند بوينت. طبعا الاند بوينت الاساسيه اللي هي البريفكس اند بوينت، ممكن اجي احكي مثلا لوكال هوست 3000/products، هاي عباره عن اند بوينت تمام. وشو البريفكس راوت؟ البريفكس راوت يعني الراوت الاساسي اللي هو عباره عن ايش، البرودكت. هو البيس راوت، الراوت الاصلي لوكال هوست 3000/ بس هذا هو تمام. طيب البوتسترابر اللي هي الانتري بوينت لهذا النس جي اس عباره عن المين تي اس تمام. هاي بحكي لنا انكلوز اسينك فانكشن، زي ما حكينا من قبل انه راح نستخدم مبدا الاسينكرونس تمام، بيست فانكشناليتي والاويت. طبعا الاسينك والاويت بالجافا سكريبت وهم مواضيع جدا مهمه نتعامل مع الاسينكرونس اوبريشنز. هذا الفانكشن تمام، هذا هو الانتري بوينت. لاحظوا كيف في عنا إشي اسمه نست فاكتوري، وهذا عبارة عن نست فاكتوري، نست فاكتوري ديزاين باترن. هاي نست فاكتوري ماشي على مبدأ الفاكتوري ديزاين باترن. الفاكتوري ديزاين باترن بنشئ لنا موديول، أوكي، وهاي الموديول بنشئ معها يعني أشياء عدة تمام. طيب البوتستراب شو بسوي؟ بتعامل مع النست فاكتوري، والنست فاكتوري رح تعمل لي إنشاء للموديول. أوكي هلا هاي الموديول لما يجي يعملها initialization راح كل إشي مرتبط فيها راح ينعمل له initialization أيضا. أوكي وهذا زي ما بدأ النود جي اس، اللي عارف نود جي اس لما نيجي نحكي مثلا اب دوت لسن بالنسبه للبورت 3000 بعد بعطيه كول باك فانكشن وما الى ذلك، وهذا استدعاء للفانكشن. هيك انا عملت رن للبرنامج. طبعا كيف عمليه الرن؟ عباره عن ام بي ام رن ستارت، اذا بدي اشتغله بالواتش مود ممكن اجي احكي له ام بي ام رن ستارت كولون ديف تمام. هذا هو المبدا. طبعا بما انه هاي الميثود تعمل بوتسترابنج للاب موديول، انا هيك البرنامج راح يشتغل عندي بشكل كامل. اوكي طيب في شغله جدا مهمه، الشرح هنا مش تفصيلي كامل، فانا حاولت اخذ طبعا هاي زي ما قبل كل شيء انه موضوع طبعا بالنسبه قبل بدا بس بشكل تفصيلي انه الكونست اب. لاحظوا هنا
الكونست اب اويت نست فاكتور. طبعا هاي نست فاكتور عباره عن ايش؟ جينيريك, يعني ممكن تاخذ اكثر من نوع, وهو الديفولت تايب اصلا راح يرجع بشكل عام هو عباره عن نست اكسبريس ابلكيشن. فزي ما هون بنفهم احنا انه النست جي اس بتشتغل بيهايند ذا سين على الاكسبريس, اوكي؟ فيعني الاكسبريس موضوع زي الاب دوت جيت اب بوست اب سيت نفسه هو موجود بالاكسبريس, لكن بما انها تايب سكريبت فبعد ما يعمل له كومبايلز لجافا سكريبت كله راح يتحول لاكسبريس. لكن هي بتعطينا ترانسفورم من ايش؟ من فورم لفورم. يعني انا بشتغل بشكل كنت بالاكسبريس جي اس بالنوت جي اس, وبالنست جي اس اصبحت بشكل اشتغل بشكل اكثر تنظيم, تمام؟ يعني بشتغل على شكل انه فيه كونسترينت. بالنوت جي اس الشغل كلياته عباره عن في كثير انه خلينا نحكي ميسي بالكود, تمام؟ يعني ممكن المبرمج يكتب اي كود بده اياه, لكن بالنسبه للتايب سكريبت والنست جي اس لا, انت لازم تلتزم بالستاندرد والكونسترينتس موجوده بالنست جي اس وبتشتغل بدك اياه. عموما هذا هو الران للابلكيشن الخاص بالنسبه ام بي ام ران ستارت. طبعا هاي الاشياء كلياتها اصلا مش تفصيليه, فانا سويت زي الدرو دايجرام وراح اشرح لكم كل شيء بالتفصيل. اول شيء زي ما حكينا النست فاكتوري ديزاين باترن الموجود بالموقع هنا, تمام؟ النست فاكتوري ديزاين باترن شو بيعمل؟ هو بيعمل كرييت لاب موديول. ففعليا هو عمل كرييت لاب موديول. الاب موديول بيكون داخلها اكثر من موديول, احيانا ممكن يكون في داخلها مثلا البرودكتس موديول, اليوزرز موديول, خلينا نحكي مثلا البروفايلز موديول, ممكن يعني الكاتيجوريز موديول. فهو بيعملهم انيشاليزيشن كامل, اوكي؟ فيعني هم دول عباره عن ديبندس على هاي, تمام؟ عموما بيعملهم انيشاليزيشن وكل شيء بيشتغل. طبعا الموضوع الاخر الموديول, الموديول نفسها شو بتتكون؟ الموديول تتكون من الامبورتس اري والبروفايدرز اري والكنترولرز اري. بالانجولر كانت تتكون من الامبورتس اري والبروفايدرز اري والديكليريشنز اري, والديكليريشنز اري بتعرف فيها الكومبوننت, تمام؟ هون نفس الفكره لكن بتعرف فيها الكنترولرز, تمام؟ بالنسبة للإمبورتس أري بيكون أنا ممكن أعمل إمبورت لأكثر من موديول داخل هاي الموديول عادي بتصير, تمام؟ وبالنسبة للبروفايدرز أري طبعا هي عن نظام السيرفيسز. طبعا البروفايدرز هم نفسهم السيرفيسز, أي إشي إنجكتابل أنا بعمل له إذا بحطه داخل البروفايدرز, أوكي؟ طبعا سيرفيس 1 ممكن داخلها بكون داخل موديول أكثر من سيرفيس, فيعني الأمور طبيعية جدا أن تكون في أكثر من سيرفيس, أوكي؟ طيب الكنترولرز اري, الكنترولرز اري طبعا ممكن يكون هنا في عندي اكثر من كنترولر داخل هاي الموديول. يعني ممكن اجي احكي كنترول برودكت كنترولر 1, برودكت كنترولر 2, برودكت كنترولر 3. ممكن اجي احكي هنا موديول مثلا خاص بالكاتيجوري, الموديول الخاصه باليوزرز الاوث, الموديولز الخاصه مثلا بالكارت, الموديول هنا مثلا اسمه البروفايدرز, السيرفيس الخاصه بالكارت, السيرفيس الخاصه بالبرودكت سيرفيس. فيعني هذول كلياتهم زي الكبسوله, تمام؟ مجمعين داخل موديول واحده. هاي هي فكره الموديول, انها بتعمل انكابسوليشن لكل هاي الامور داخل هالموديول, وانا عم نعملها امبورت داخل الاب موديول. عموما هذا موضوع الموديول. طبعا الكنترولر شو طبيعه الكنترولر؟ الكنترولر هو عباره عن لما اجي احكي انا لوكال هوست 3000 بورت 3000/product, هذا عباره عن كنترولر, تمام؟ فهذا الاند بوينت هذا بيكون بريفكس بوينت, تمام؟ هسه لما انا اجي احكي انه الاند بوينت 1, يعني الكنترولر بتكون من اند بوينت, تمام؟ هاي الاند بوينت كل اند بوينت عباره عن ميثود, تمام؟ يعني على سبيل المثال انا خليني اجي احكي مثلا هيك بدي اضيف تايتل هنا, اوكي؟ وهذا التايتل ممكن اجي احكي انه مثلا لوكال هوست 3000/products, تمام؟ هذا البريفكس راوت, هذا الراوت الاساسي, تمام؟ هذا عباره عن مثال على كنترولر. هذا الكنترولر اجى عليه على سبيل المثال اجى عليه يعني مثلا نيجي نحكي انه بوست ريكويست, يجي نحكي عليه بوست ريكويست. هذا البوست ريكوست الكنترولر راح يعمل له استلام للريكوست القادم, تمام؟ الكنترولر وظيفته هاندل ذا انكمينج ريكوست. اي ريكوست بيجي من من الكلاينت سايد من الفرونت اند على الباك اند بيستلمه الكنترولر, تمام؟ يعني اجى خبط هون الكنترولر على 3000/products, فالكنترولر هذا المستلم, اوكي؟ طيب شو نوع البوست؟ بوست ريكوست وين بيجي؟ وين انا في عندي هون عندي جيت بوست بوت باتش بيجي عند البوست, تمام؟ طبعا هاي عباره عن ميثود. هاي الميثود لاحظوا كيف تعمل كوميونيكيشن مع مين؟ مع سيرفيس, اوكي؟ ممكن تتعامل مع اي سيرفيس بدها اياها. السيرفيس هاي راح تعمل ايش؟ بروسيس لهذا الريكوست والفانكشن, تمام؟ وراح ترجع ريزلت. الريزلت ايش؟ بيجي هيك وبرجع للكنترولر
والكنترولر بيرجعوا لمين؟ للاند بوينت. تمام، فممكن هون اجي احكي مثلا هاي اند بوينت، او عفوا الفرونت اند، او خلينا نحكي هون كلاينت سايد، الكلاينت سايد. فلما يجي الريكوست لما يرجع، تمام، خلينا اجي مثلا زي هيك، او انا اول اجي احكي بعدين اجي احكي زي هيك. تمام، هون ممكن اجي احكي انه عبارة عن sending request. تمام، هون ممكن اجي احكي انه موضوع ال، ممكن اجي احكي انه زي موضوع sending request، sending request، نفهم الموضوع بالتفصيل احنا. تمام، بالتفصيل ممل. الكلاينت سايد بيعمل ايش؟ send request. اوكي، الريكوست طبيعته عبارة عن بوست ريكوست. تمام، هذا الريكوست عبارة، خلينا نيجي نحكي مثلا انه عبارة عن ايش؟ sending بوست ريكوست، بوست ريكوست. تمام، هذا البوست ريكوست بيجي عند الكنترولر، الكنترولر بيستلمه. اوكي، بيجي هون عند الاند بوينت هاي، فالاند بوينت الاساسية، تمام، بيجي عندها البوست، بيعمل كوميونيكيت وذ، ممكن يتواصل مع اكثر من سيرفيس. تمام، والسيرفيس هاي بيعمل فيتش للريزولت، والريزولت هاي بتيجي عند الكنترولر، بعدين بيرجعها كريسبونس لمين؟ للكلاينت سايد. فهذا الاشي اللي حبيت اوضحه. ممكن اجي احكي هون ريسبونس باك، هون نيجي نحكي انه ريسبونس باك، فهذا الريسبونس بيجي من الكنترولر اوكي لعند الكلاينت سايد، برجع زي ما كنا نتعامل مع الانجولار بالاي كوميرس سيستم. كنا نبعث بوست، بوت ريكوست، كيت ريكوست، ومن كل ريكوست احنا نبعثه اوكي الكنترولر بيستلمه، بيعمل بروسس لهي الريكوست. تمام، بفهم طلبنا، بعدين بيعرف يجيب لنا اياه، اذا في ايرور بيعمل ثرو ايرور، اذا ما في ايرور في ريسبونس يعني. تمام، فبرجع لنا ريسبونس واحنا نعرضه باليو اي بالنسبه للفرونت اند بالانجولار. اوكي جميل جدا. ونفس الشيء ممكن اجي هون اجي احكي مثلا انا ببعث جيت ريكوست، الجيت ريكوست بشوف اي هون الجيت ريكوست. تمام، طبعا نفهم شغله، ممكن ان تكون هون عندي اكثر من اند بوينت، يعني ممكن اجي احكي مثلا، ممكن اجي احكي هيك، هاي خلنا اشطبها مثلا، هاي خلنا اشطبها، ممكن اجي احكي مثلا هيك مثلا برودكتس، البرودكتس مثلا سلاش بوش تو كارت. تمام، لما انا اجي احكي زي هيك انه برودكتس بوش تو كارت، طبعا يعني ممكن يكون هنا في عندي اكثر من 1000 اند بوينت. تمام، يعني ممكن اند بوينت 1، اند بوينت 2، اند بوينت 3، اند بوينت هون مثلا، هون خلينا نحكيها مثلا هاي على اساس انه نعرف انه في عدد لا نهائي من الاند بوينت. اند بوينت ان، يعني ممكن هنا اند بوينت ان، خلينا نحكي احكيها هون اند بوينت ان. تمام، يعني انا ممكن يكون عندي هون ما يقارب 100 اند بوينت. تمام، كل اند بوينت منها ممكن تكون باتش، بوت، بوست، جيت، حسب. تمام، فيعني بوش ريكوست، بوش تو كارت عفوا، من تايب. تمام، ممكن اجي احكي زي هيك مثلا انه خلينا نحكي انه بوت ريكوست. تمام، فهذا البوت ريكوست بيجي مثلا عند اند بوينت معينه. تمام، فبيشوف مثلا بوت بروح بيعمل انه ادخال لهي البرودكت داخل الكارت، فبيعمل ممكن يتعامل مع الكارت البرودكت سيرفيس. تمام، فبروح بيعمل انه البرودكت سيرفيس ممكن يتعامل مع الكارت سيرفيس، فبصير في بيناتهم كوميونيكيشن بهدف انه انا اعطيهم داتا ويعملوا ايش؟ لوجيك معين. تمام، وبالنسبه للريسبونس بيرجع لي داتا، شو ما كان نوع الداتا، ممكن ما يرجع void. تمام، المهم راح يرجع داتا او void، راح يرجع ريسبونس بشكل عام ويرجع للكلاينت سايد. هذا هو البروسيس اللي بصير بالكنترولر. اوكي، هذا الموضوع الكنترولر مع الميثودز والاشياء اللي راح نكتبها ايضا اكثر، راح نفهم بشكل اكثر تفصيلي مع الكود. لما نفهم اللوجيك ايضا كل شيء راح يصير تمام. اوكي، طبعا راح احكي عن اخر فانكشناليتي اللي هي موضوع السكيورتي. تمام، بالنست جي اس في عندنا شيء اسمه الجاردز. تمام، انا راح اجيب بشكل تفصيلي، طبعا راح نبني كاستم جاردز. اوكي، اجى ال HTTP request، راح يكون في هون عندي عبارة عن جيت. تمام، بوابة، في عندي هون حراس. اوكي، اجى ال HTTP request، انا عبارة عن كلاينت بدي افوت على هذا الكنترولر. تمام، الجارد راح يمنعوه، راح يحكوا له وقف شوي، خليني اشوف انا الكريدنشلز الخاصة فيك، الوثائق الخاصة فيك، اذا انت مسموح لك تفوت على هذا الجيتوي، الجيت عفوا، راح نسمح لك اذا الكريدنشلز الخاصة فيك صحيحات انت مسموح لك تفوت، غير هيك راح اعطيك ايش؟ ان اوثرايزد اكسبشن. تمام، فهذه هي وظيفة الجاردز. اوكي، فهي الجارد تيجي ككستم ديكوريتورز، يعني لاحظوا هون في عندي مثلا
في عندي يوز جاردز نيو رولز جارد، في عندي هون يوز جاردز رولز جارد، في عندي مثلا على سبيل المثال في عندي الاب جاردز، يعني في عندي مثلا هون يعني الرولز ممكن يكون ادمن، هذا إشي موضوع خاص بالرول بيس اوثرايزيشن. اوكي، فاذا بدي اجي عليه يعني هون اجا انا ككلاينت سايد بعثت اتش تي تي بي ريكوست. تمام، طيب هلا في عندي هذول عباره عن الجاردز، انا مسميهم مثلا هون جارد 1 جارد 2، خلينا نقرب اكثر. تمام، في عندي جارد 1 جارد 2 جارد 3 وجارد 4، هاي هي عباره عن الجيت، وهذول عباره عن كنترولر. تمام، اجى الريكوست. تمام، الميدل وير ترانسفورم ذا ريكوست، بتحول الريكوست. تمام، اند جيت ذا ريكوايرد داتا اند باس ات تو اتس فانكشن تو دو ذا لوجيك. شو بصير هون؟ ال HTTP request بيكون معاه header و body. تمام، ال header بيكون فيه token، بيكون فيه ال user، بيكون فيه الوثائق، يعني بتكون تبعية اليوزر موجودة فيه. تمام، ال middlewares هاي الخاصة بال guards. تمام، ال guards الخاصة بال authorization بتحاول تحلل ال HTTP request وبتأخذ، شو بتأخذ منه؟ بتأخذ منه ال token، بتأخذ منه ال user. إذا ال user كان موجود أوكي أنت مسموح لك تفوت، فال guard راح يفتح البوابة. تمام، فايش البوابه بتفوت عند الكنترولر. تمام، فتحت لك البوابه فوت سوي اللي بدك اياه. فهي خاصه موضوع بالسكيورتي. اوكي، فانا ممكن الميدل ويرز خاصه انه الجارد غير الكريدنشلز، ممكن انت تكون يوزر، ممكن انك تكون مثلا ادمن، ممكن تكون مثلا سوبر ادمن، فانت بناء على هاي التفاصيل انت مسموح لك تفوت على اشياء معينه، فانا راح احددها انا كباك اند ديفلوبر، انا لازم احدد كل شيء. وهذا كل شيء لحسن الحظ انه كل شيء موجود بالنست جي اس. راح نشرح كل شيء بالتفصيل، انا شرحت لكم ايش البيسك ستراكشر الخاص بالنست جي اس. طبعا بما انكم اذا انكم فاهمين انجولر الامور راح تكون سهله جدا، اهم شيء نفهم شو قاعد بصير وكيف البروسيس اللي راح تصير. تمام، بتمنى انكم فهمتوا على الاقل ولو بالقليل، لانه مع الكودنج راح يصير الامور مفهومه اكثر، وان شاء الله القادم راح يكون اسهل بكثير. لكن مع اللوجيك مع التستنج مع السندنج داتا راح نعمل اكثر من تيست ونشوف شو الوضع. واذا عجبتكم النست جي اس فعليا حاولوا اعملوا لها امبلمنتيشن بكل مشاريعكم، راح نستخدم معظم الفيتشرز. هو مثلا على سبيل المثال في عندنا شيء خاص بالريسيبيز، اوكي، خاص شيء اسمه تايب او ار ام، والتايب او ار ام هي عباره عن ايش؟ ميتشر اوبجكت ريليشنال مابر. تمام، بنستخدم على اساس انه يكون نعمل ايش كوميونيكيت بين الداتابيز والاي بي اي. اوكي، يعني على سبيل المثال مثلا هون عامل مثلا مع الماي اس كيو ال، وهون عامل مثلا لاحظوا كيف تعريف الانتيتي فوتو، عندنا برايمري كي، عندنا كولوم، عندنا كولوم مثلا. مثال في عندنا ممكن ايضا نعمل مثلا علاقات مثلا بالتايب او رام بين مثلا 1 تو ماني، ماني تو ماني، 1 تو 1 الى ذلك. تمام، راح نجي كله بالتفصيل، راح نتعامل مع الداتابيسز. طبعا هاي تتعامل مع الريليشنال داتابيسز والنون ريليشنال داتابيسز كالمونج دي بي يعني. تمام، يعني هو مثلا مستخدم المونج دي بي وهي عباره عن نون ريليشنال داتابيس، وبكل سهوله استخدامها، سهل جدا جدا جدا. ف والنست جي اس كمان اخر معلومه اني ارفع عنها انه مستخدم لبناء الانتربرايز بروجكت سيستم. تمام، والانتربرايز سيستم يعني هم الانتربرايز اللي بيكون لوجيك فيهم كبير جدا، وبكون فيهم يعني ممكن يكون فيهم الاف الكومبوننت، الاف الفانكشناليتي، فهذول بسموهم انتربرايز سيستم. تمام، ف يعني يفضل استخدام يعني نست جي اس مع الانجولار، هم صراحه خليط مميز جدا بالتعامل مع هكذا انظمه. فراح نجيهم بالتفصيل. والميوزك لاند سيستم صراحة خلينا نحكي انه نقطة بداية جدا جميلة جدا، انه فيها معظم الفانكشناليتي الخاصة بالنسبة للنست جي اس ومفاهيمها جميعها. تمام، راح ان شاء الله اشوفكم بفيديو القادم، وراح نعمل انشاء لاول مشروع بالنست جي اس، وراح نعمل تيستنج باستخدام البوستمان. تمام، راح نزل بوستمان ونستخدمه كيف نعمل جيت وبوست وباتش وما الى ذلك من الريكوست. اوكي، يعطيكم العافية، ان شاء الله بنشوفكم بفيديو القادم.